القدم بعد فوزه على اتحاد الحراش بنتيجة 3-0 بملعب عمر حمدي، وجاء الهدف الأول لأتلتيكو بارادواقول في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 53، وقعه اللاعب نايجي. وفي الوقت الإضافي من المباراة أضاف لوسيف الهدف الثاني ليأتي الدور بعدها على زميله بن عياد الذي ختم اللقاء بهدف ثالث. وبعد هذا التأهل سيواجه نادي بارادو في الدور الربع النهائي المقرر ذهابا وإيابا فريق شبيبة بيجايا من الرابطة المحترفة الثانية.